موجز والأنباء من قناة الجزائر عنوان. مشاهدينا أهلا بكم. يترأس يوم غد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماع للوزراء لمناقشة الظروف الراهنة للبلاد والخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. عقد صبيحة اليوم والي العاصمة يوسف شرفة لقاء صحفيا بمقر الولاية، شرح فيه قرارات السيد رئيس الجمهورية بخصوص إجراءات الحجرية الصحية الأخيرة، كما أكد أن الوعي الشعبي هو السبيل للخروج من الأزمة في ظل الظروف الصحية الراهنة. التغطية للزميل زهير خشانة. الإجراءات لبعض يعتبرها رضعية، ولكن هي إجراءات لحماية المواطن في خلينا. ممكن ما تكفيش، ممكن ما تلعبش الدور كما نستوي فيه، ولكن القوة تاعهم وين تكون؟ القوة تكون تاعهم تكون في تجنيد المجتمع المدني. كل هذا ما تكون عنده فعالية وقوة إلا إذا كان الحركة الجمعوية تلعب دور. العمل تاعنا راح يكون أكثر مرافقة، أكثر تحضير الإمكانيات للمؤسسات الاستشفائية، أكثر تسهيلات، نكون جسر التواصل بين هذه المؤسسات والمتعامل اللي عنده علاقة لتمويل هذه المؤسسات، أكثر تجنيد إمكانيات وليس تسيير المؤسسة الاستشفائية. وفي موضوع آخر، عقد وزير الخارجية صبري بوغادوم ندوة إعلامية بمنتدى جريدة الشعب، تحدث فيها عن العديد من المواضيع الدولية وعلاقة الجزائر مع دول الجوار، وأكد ذات المتحدث بأن الحرب بالوكالة ستحول ليبيا إلى صومال جديدة. بالموازاة مع ذلك، قال بوغادوم مصلحة الجزائر من مصلحة ليبيا، والجزائر ليست لديها أي أطماع سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، وإنما أمن ليبيا من أمن الجزائر. تغطية الزميل يوسف بولقلون. كيف كان إصرارنا مع الـ مع الـ مع الـ مع الدول في العالم؟ كنا طالبين لا يمكن لأي واحد على الانفراد يواجه الجائحة. كنا لابد هذه قلتهم بكل صراحة، تكون عندك ساتلايت، تكون عندك الصواريخ، تكون عندك الدبابات، تكون عندك الطائرات المقاتلة. ها وجدتك جرثومة صغيرة ما قدرتلهاش. وقدر اذا هذا شيء جديد، تكون عندك يعني ابرز الاشخاص، ابرز التقنيين، ابرز الاطباء الاختصاصيين هكا اليوم ما زالت. اذا كيف لازم الانسان نعملوا الكل معا دوليا، وبعدين كيف نرد؟ لازم يكون فيها التضامن والتشاور. كيف مثلا الايطاليين اليوم تغيروا مثلا معنا الايطاليين، بما الفرنسيين، الصين، امريكا غلقت، دخلت على نفسها، فيها نقاش كبير داخل في أمريكا، ولكن كندا تغير مثلا، فيها دول. احنا نقول لك بالطبع يعني ضرتنا كثير العدوى هذه، ولكن لو تقارن مع بعض الدول مثلا تشوف بلجيكا مثلا هي أول في العالم في عدد القتلى الإصابات، القتلى أول في العالم يعني بالنسبة لعدد السكان. تشوف قطر، تشوف السعودية، يقولك البيرو، البرتغال. كشف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد خلال زيارته للصيدلية المركزية بالجزائر العاصمة، كشف أن 25% من أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا عائلية، كالاجتماعات في المناسبات المختلفة التي تقام في جل ولايات الوطن بشكل عادي. واعترف الوزير أن الوضعية الحالية مقلقة كثيرا، خصوصا بالنسبة لبعض الولايات، ما يستدعي الحيطة والحذر مع
تطبيق إجراءات الحجرية الصحية الواجبة لتفادي انتشار الفيروس، خاصة في المدن الكبرى التي يقطنها 80% من الجزائريين. وأكد في شأن المرضى المتواجدون في وضعية طبية مستعجلة أنه يمكنهم التنقل بين الولايات 29 المعنية بحظرية التنقل. ووصف بن بوزيد كورونا بالفيروس المجهول القادر على التغير في أي لحظة، داعيا لضرورة توفير كل شيء كاحتياط لأي طارئ قد يحدث، لا سيما وأن الجزائر تشهد منحنى تصاعدي للإصابات به. محليا، أصدر والي المسيلة قرارا يتضمن فرض حجر منزلي جزئي في 5 بلديات ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية 5 صباحا. ويشمل القرار بلديات المسيلة، سيدي عيسى، مقرى، برهوم وبوسعادة. وتدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأحد. نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في بيان لها يوم أمس بالتصريحات العنصرية والحاقدة لزعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي المنتمي لليمين المتطرف مارين لوبان ضد الجزائر، حيث جاءت هذه التصريحات تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى 58 للاستقلال واستعادة رفاة 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي. وأضاف البيان أن هذه هي التصريحات الوقحة والعنصرية تعد وسمة عار في جبين حاملي فيروس الانتقام والحقد، وأنها تزيد الشعب الجزائري عزما على العمل والنضال ضد هذا الفكر وتصرفات أصحابه في سبيل تجريم الاستعمار، وطلب الاعتذار والتعويض المعني جراء الضرر الذي لحق بنا طيلة 132 سنة. دوليا، بث التلفزيون الرسمي السلوفيني فيلما وثائقيا حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بعنوان انظر العيون، سلط الضوء على جوانب عدة من القضية الصحراوية وسنوات الاحتلال التي عانى منها الشعب الصحراوي ولا زال، والظروف التي ولدها اغتصاب أراضيهم وخيرات بلدهم. الفيلم الوثائقي الذي تم بثه بحر الأسبوع الجاري من إخراج الصحفي السلوفيني أريك إلينزيتش بمبادرة من مجموعة أبحاث سلوفينيا حول الصحراء الغربية وبالتعاون مع فريق مشروع تاريخ الشعب المنسي في الصحراء الغربية، المنظمة السلوفينية التي تعمل منذ سنوات لرفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية داخل الأوساط بسلوفينيا وبأوروبا. وبهذا الخبر نأتي وإياكم مشاهدين إلى ختام موجز اليوم، شكرا على حسن المتابعة، مشاهدة طيبة لبقية برامجنا، في أمان الله. Thank you.